يا بنتي حظ الزفت ده. حظ زفت قوي، بس انا حبيته، وعشان حبيته طلع خطيب يسرى اللي هي صاحبتي. مصيبه كمان ان هي حنت وعايزه ترجع. ايه رايك في حظي؟ بسم الله ما شاء الله عليكي مبخته يعني. بنتي ايه ده؟ بس انتي مش المفروض تقولي لها دلوقتي؟ مش عارفه، انا من ساعه ما عرفت الحوار ده وانا هتجنن، مش عارفه اقول ولا ما اقولش. لا ما تقولهاش، تقوليش طبعا. لا ولا اقولك قولي، الكذبة خيبه بصراحه. انا بقول ان انا اقول لها. مينفعش تقولي لها على فكرة. ايه؟ انت عارفة لو قلت لها وهو مرجعلهاش زي ما قال هتفتكر ان انت السبب. طيب انا لو ما قلتلهاش ومرجعلهاش وعرفت بعد كده ان كان بيني وبين مراد حاجة، هتقول برضو ان انا كنت السبب؟ صح؟ صح، انت كنت دايما بتتوهي لما كانت بتيجي سيرته، فانا خايفه تفتكر ان انت كنت قاصده تعملي كده. مش عارفه بصراحه. طيب لو رجع وقال لها؟ لا احنا نهاجر بقى. على فكره مش وقت هزار جدا، انا متضايقه بجد. خلاص خلاص مش انا بهزر معاكي. ما هقوم. استني، رايحه فين؟ نسيت اقولك، إيه؟ انا جالي فيلم. طب لذيذ. وعندنا ميتنج كمان شويه. انا معاكي يعني. طب هاي مبروك يعني. يلا روقي بقى يا اختي. توقع عليا. روقي. اتفضل. هاي دليدا، ازيك؟ اتفضلي. انت لابسه كده ليه؟ عادي، كنت في الجيم والبس فورمال. ليه؟ هو انت عايزني معاك ولا حاجه؟ ليه بتقولي كده؟ اكيد طبعا عايزك. اصلك يعني مش بتتصل ولا كنت بترد عليا، من الاخر كده مش مهتم. واضح ان حماسك قل، بس لو كده قولي، في حاجات تانيه ممكن اعملها. مش بحب اضيع وقتي على فكره. لا 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 خالص مش كده يعني، انا بس كان عندي شويه ظروف ملخبطه وهرجع اركز من تاني. دي حساسه على فكره يعني، ما تعودتش حد ما يردش عليا. وبصراحه في حاجه مضايقاني. ايه؟ حاسه انك مش قابلني، بتحاول تاكد على فكره ان التعامل بينا يبقى فورمال. انا مش الشخصيه دي، انا بحب اتعامل مع الناس اللي بشتغل معهم كاصحاب، وانت محسسني انك عايز توقفني في مربع معين مخرجش منه. بصراحه حاسه اني فيك قوي. انا اسف لو كنت ضايقتك، جايز كنت قليل الذوق معاكي جدا، بس خلينا نفتح صفحه جديده. عايز اقولك على حاجه مهمه، انا محتاجك معايا جدا. اسفك على راسي. تسلم. طب لو كده بقى انا هروح اغير وارجع البيت قريب، مش معقول اكمل يوم كده في الشركه. اتفضلي. يلا.